مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في الدرس التاسع الذي سنتعرف من خلاله على الدائرة والقرص. أولا نبدأ بالدائرة. الدائرة هي مجموعة من النقط التي تبعد بنفس المسافة عن نقطة ثابتة. هذه هنا في المثال لدينا دائرة سي مركزها O. مجموعة النقط التي تنتمي إلى الدائرة سي تبعد بنفس المسافة عن المركز O. هذه المسافة التي تفصل أي نقطة M تنتمي إلى الدائرة C عن المركز O تسمى شعاع الدائرة. قطر الدائرة. قطر الدائرة هي القطعة المستقيمة التي تفصل بين نقطتين تنتميان إلى الدائرة C وتقطعان مركز الدائرة. النقطتين O و E إشارة هما نقطتان لا تنتميان إلى الدائرة C، بينما النقطة M أو النقطة A والنقطة B فهم نقط تنتمي إلى الدائرة C. مماس الدائرة. مماس الدائرة هو مستقيم يقطع الدائرة في نقطة وحيدة. هنا في هذه الحالة المستقيم D هو مماس للدائرة C يقطع الدائرة في النقطة B. نلاحظ أن مستقيم D عمودي على المستقيم OOB. ثانيا القرص. القرص هو المنطقة التي تحيط بها الدائرة C. إذا القرص يكون مملوء من الداخل بينما دائرة لا. في هذه الحالة النقطتين M و E تنتميان إلى القرص C بينما E إشارة نقطة لا تنتمي إلى C. في كخلاصة القرص له مساحة بينما الدائرة لا توجد فيها مساحة. إذن لحساب مساحة نحسب بالنسبة للقرص نحسب مساحة أو محيط القرص، بينما بالنسبة للدائرة نحسب محيط الدائرة فقط.